وخصوصا اذا ما عندوش تدخل بالانديه، يعني مش عارف النوادي بالضبط شو عم تعمل. تفضل. شكرا. في موضوع السبيشال هي فعلا تمبلت الجفرنر بيعملها، لكن زي ما بنحكى بغيرها للنادي لانه بده يحكي للاسمبلي العامه نتائج او تحديات وتشالنجز اللي النادي بواجهها، او بده يشكرهم على الانجازات اللي سواها. ففي شويه تغيير، لكن المسج واضحه، بدنا اعضاء، بدنا نحسن الشباب. النقطه الثانيه، في واحد هون سمعته سال سؤال كثير مهم عن السبيكر خلال زياره المعارضه، قالوا لي ما في. لا ما حدا سألني، سألني بس. لا بس انت كنت تحكي موضوع. سوري، سأل ولا هو؟ كنت هناك ان شاء الله. كنت هناك ان شاء الله. سوري، نو بروبلم، اي ود انسر. انه ممكن يكون شود بي، كود ذير بي سبيكر وذ جفرنمنت فيزيت؟ قالوا لي لا. لأنه هو السبيكر. هو هو السبيكر. سووها بعض الأندية. لأنه أنا سبيكر مهم، وزير ولا سفير ولا كذا في نفس زيارة المحافظ. أنا لو محافظ بحضرش الاجتماع. لا، هذا الحكي حصل كمان سنة بالمناسبة. كان بده يحصل. يعني هم اقترحوا على المحافظ إنه يكون في سبيكر، قال لهم أنا غيرت موعد سيارتي عندهم. بالضبط. لا بيصير. لأنه هي إذا مين سبيكر. هلا أنا شايف شغلتين. لما كنت أنا رئيس، أنا عزلت المحافظين السابقين لما إجا المحافظ. كان محافظنا من مصر من يرتاد. أنا عزلت كل المحافظين السابقين معه. بس مش قاستس عليه يعني. سبيكر دونو دي جس يحضر جس. السنه كمان احنا بعرفش النادي حزم نادي عم جرش، حزمنا البروجكت المدراء الجمعيات او الجمعيه اللي اشتغلنا معهم بروجكت مفريت، عزمناه يشوف المحافظ عشان يسمع له، يعرف البيجن تبعتنا اكثر عشان يتفهمنا ويتقبلنا اكثر، زائد الدعم تبع السنه اللي نعطيها اعطيناه اياه بوجود المحافظ. وهذا ايش نوت سبيكرز، ذي ار جيستس، ذي ار جيستس. بس يو كود انفايت، انا الجيست قصدي انه تعزم جيست لهم علاقه بالنادي، مثل مثل بروجكتس، من البروجكتس، من الناس اللي بيساعدوك، ممكن يكون ايبك دونر للنادي، شاركك في مشروع معين، شركه كبيره تعزم المدير تبعها كتكريم او تكرمه خلال وجود المحافظات. بس تو هاف سبيكر مع المحافظ از كي نوت سبيكر. انا ترجع للتحضير. طبعا لا الموعد لا الالكشنز اللي هي بشهر 12 كانت بريبير فور ات باي تشيك يور كلوب باي لوز فور انفورميشن اباوت ذا فورد سيلكشن بروسس. كيف انا بعمل السيلكشن؟ كل نادي له طريقته وكل نادي بيختار حسب الباي لوز تبعه. فانت يا بتربيده الباي لوز قبل بوقت حدا بريبير فور ذا سيشن. في نوادي تختار بس البريزدنت إلكت وهو بيختار البورد تبعه. السؤال على انا مرت علي مع نادي ثلاث او اربع زيارات بس للدي جي. في بعض الدي جيز بيجيك وماسك عنده شويه اوراق اللي فيها انفورميشن عن النادي تبعي. تو تشيك. نعم طبعا. وفي اللي ما بيجيبها، هلا اللي بيجيبها هاي وير داز هي جيت ذس؟ اون لاين. اون لاين. هم بعثوا له اصلا مطلوبه، بعثوا له على كل نادي ضبط. كل نادي حق. بس يعني دقيقه هو اللي هو جفرنر الاكس تريننج سيمينار اللي هو بيعلموه كل كيف يعملوا انفورميشن از كوريكت. طبعا دي ار كوريكت. سوري دي ار كوريكت اف يو از ا بريزدنت ابديتد ال دوت رودري دوت اور جود انفورميشن. اف يو دونت يو جيت ار انفورميشن. لازم كل اسبوعين او كل طيب. الشغله الثانيه الاوفيس الدايركتور اللي بدك تختارهم، اذا بدك اللي بدك تنتخبهم لازم يكونوا ان جود ستاندينج. ايش يعني جود ستاندينج؟ متابع الكيوز تبعونه والحضور تبعه كويس. مش كويس، لازم يكون منيح. لا حضوره كويس ودافع للكيوز تبعونه، ذاتس وات جود ستاندينج مينز. 50% اذا صار 50% نو نو 50% حضور منهم؟ No, no. لا 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 كمبر 60 50 هذا 50 سال نو نو 50 اذا كان النادي شاف انه بقدر. انت بالبايلوز بتعطيك لا انا بحكي على ال good standing. What does good standing means؟ must be in a good club standing. يعني دافع للديوز وحاضر منهم. احنا لانه عندنا مشاكل فبندرس منيح.
بتتاكد انت ان النازلين هذول اللي قدموا لك طلب ترشيح انه فعلا دافعين الديوز ومش حلو بالانتخابات. بعد ما تقرا على الجرس تقول والله اه خالد كعوار ما بده يسال الانتخابات مش دافع الديوز تبعوك. لا خبره قبل هو يقول له اه خالد بس هذه بايدوز خالد بدل النادي غيره بدل يقول انا بدي يقول انه قلت سنين بالناس. نعم اه بنحكي للجنوب الكونستيتيوشن مش البايوز. هلا البايوز لما تفضل في انديه بتحدد انه هذا الشيء يكون عضو ست اشهر او سنه او سنتين او يكون على البورد صار سنتين مثلا حتى يصير هذا رئيس او قبل ما تكون رئيس اذا بدك تنتخب. انا بحكي على الحضور. شو هلا انت ما حد بده يدخل على الانتخابات وصاروا ست اشهر بالنادي، مش انا بدخل على النادي بواحد 37 27 12 بده ينزل على الانتخابات، ما ينفعش. اتليست يوميا. بعد شهر ما بصير بعد شهر يلا خلصنا. هلا البورد شو البورد اللي بي الكتد يوجوالي؟ ذي ار ذا بريزدنت، البريزدنت الكت، السكرتري، الاميديت فاست بريزدنت والفايس بريزدنت. إذا بتلاحظوا السالدة أرمز مش مفروض يكون إلكتد أو مش مطلوب إنه يكون إلكتد تعيينها ممكن يكون ممكن إيه حسب البايلوز بس هي بورد ممبر هي كان بي إلى بورد ممبر This is very correct وهاي cut paste من الروتر دور لا 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 you don't elect the immediate past هو بيجي هو immediate past بس انا هو انا بدي شغله واحده انه صار جدا ارمز اه اوكي بس لا لا انا بس اللي يكون ايميديت حتى يعني موجود واذا مش موجود او غير متوفر الايميديت بيجي لهم ديفولت اسيستنت ديفولت النظر السنه بس خالد عفوا ثانك يو فيري ماتش اي سؤال الايميديت باست بتصل انه هو اللي يكون الكونسلتنت شو اسمه المستشار الدستريكت جفرمنت السنه الجايه ما يكون متواجد لا 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 انا حكيت اذا مش متواجد مش متوفر بالسوق اجيب اللي قبله لا بده ما بدي يحمل واحد ثاني بيقول لي هذا الايميديت باست الدستريكت جفرمنت بيكون السارجنت ارمز از نوت الكتد والدايركتورز ار نوت الكتد اف يو ويش تو يعني اذا بدك them to be elected you can بس مش مطلوب منك تنتخب السارجنت ارمز والكوميتي هيدز you could choose them بدك ترجع مشان هيك احنا قلنا من الاول you have to review your bylaws انا برايي كل سنه لازم يكون في ريفيجن one meeting revision of the bylaws حتى نقدر نغيرها ونطورها زي ما احنا بدنا حتى يمشي النادي زي ما سموه انه يمشي صح لانه بدك تتاكد من تغيير الرسوم بدك تعين الرسوم السلميه والاجتماع بتحكي زايدين بس انا بعرف انه ما بيصير الحكي مشانك عم شد عليه يوم كنت بتحكي زايدين انا بعرف انه ما بيصير في عندي بتوقع ثانك يو فيري ماتش في سؤال اي تعليق رجاء سليم الله لك سليم قديش تشوفه بالسنة أنا ما فهمت الحضر اللي عطاه إحنا بس أنا المهمة أسمع أنا لك أجل خلي معتز شكرا زميل خالد وخصوصا إذا ما عندوش تدخل بالانديه يعني مش عارف النوادي بالضبط شو عم تعمل تفضل شكرا في موضوع السبيش هاي هي فعلا تمبلت الجفرنر بيعملها لكن زي ما مين حكى بغيرها للنادي لانه بده يحكي للاسمبلي العامه نتائج او تحديات وتشالنجز اللي النادي بواجهها